معنا من واشنطن مراسلنا جو تابت. جو أهلا بك. إذن بومبيو يعتبر أن هذه الخطوة تمثل تغييرا جوهريا بين السودان والولايات المتحدة. المزيد حول الموضوع والأجواء في واشنطن معك، تفضل. طبعا خطوة رفع اسم السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب هي خطوة أساسية استراتيجية في علاقات واشنطن مع الخرطوم، لكنها ليست خطوة نهائية. هناك مشكلة داخلية في الولايات المتحدة وتحديدا بين وزارة الخارجية والكونغرس المتعلقة بالحصانة السيادية. هناك مطالبات من ذوي ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، وهناك مطالبات من ذوي الضحايا الذين قضوا في الهجمات 11 من سبتمبر. هؤلاء يطالبون بمبالغ مالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. في الواقع ما قدمه السودان فيما يتعلق بالتعويضات والذي بلغ نحو 330 مليون دولار غير كاف. لذلك هناك مفاوضات سارية بين الكونغرس والخارجية الأمريكية، لا أحد يعلم ماذا سيتم البت بها قبل خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من واشنطن مراسلنا جو تابت، شكرا لك.